عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. إذن متابعين الكرام، لازلنا نتواصل ولازلنا أيضا نجدد لكم التحية والترحيب من خلال هذه الانطلاقات وخلال هذه التحديات. متابعين الكرام، ناتي مع شوطنا الثاني عشر وهنا ينطلق بالنسبة لفئة الجعدان. نبدأ مع صدارة هذا الشوط لناتي هنا مع شاهين محمد بن علي بن حلاس العفاري، يتواصل مع شاهين على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني هنا التواصل وهناك القدوم من شعار بن قناز اللي يتواصل في هذه اللحظات ويقدم لنا شعاره وتحدياته وابداعاته هنا مع شاهين سالم بن محمد بن سعيد بن قناز العفاري، بينما هنا الدخول وهنا التواصل في هذه اللحظات من خلال تواصل شاهين سعيد بن محمد بن حليس العفاري قادم في هذه اللحظات على ثالث الاسماء، بينما رابع الاسماء شاهين لمنصور بن صالح بن طرشوم العامري يتواصل في هذه اللحظات، بينما هناك الدخول والقدوم في هذه اللحظات من شاهين سالم بخليل بن سيود الدرعي، عودة مع اللي راح ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك راح بالصدارة ما شاء الله، راح بالمركز الأول بالأداء التلقائي هنا من خلال هذا التحدي وخلال هذه المنافسة، باحثا عن النقطة الثالثة، باحثا عن الهاتريك هنا يتقدم من خلال هذا المسار والعصا كانها تسلم، كانها تسلم على القارب الأصيل، ما تحرك ما تحرك لين يصل شاهين إلى خط النزاع. هذا هو شاهين يتألق، يقدم عروض رائعة، يعبر عن إمكانياته، يعبر عن الأداء الرائع والجميل هنا، والعصا في الإبطان. سلام أبو علي، سلام، تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن حليس العفاري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والنقطة الثالثة والعصا في الإبطان، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الدخول لمشاهد الأعزاء شعار بن وريقة مع المركز الثاني، هناك مع هملول مبارك بن محمد بن وريقة العامري، وثالث الأسماء المركز الثالث شعار ايضا سالم بن محمد بن سعيد بن قراز العفاري مع شاهين. عودتنا بالثاني والناموس متابعين الكرام لمالك شاهين، وقدم لنا شاهين محمد بن علي بن حليس العفاري وتوقيته الزمني هنا مشاهد الاعزاء متابعين الكرام، دقيقتين 14 ثانيه بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس.